اسمها المدينة الصناعية، لكن المشاهد تبين أن الاسم خلاف للمسمى، وأن تسميتها بالمدينة التعطيلية أقرب إلى الواقع. المدينة الصناعية في الموصل كما تبينه الصور تعاني انهياراً للبنية التحتية وتهالكاً في الشوارع وغياباً للخدمات رغم أهميتها وكثرة روادها. والله احنا صار لنا تقريبا اكثر من 20 سنه نعاني هاي الحاله، بانه ما حد جانا ولا حد جاء ادام هذا الشارع اللي هو صار له اكثر من 20 سنه، لا صار له ادامه ولا بلطوا، مع العلم بانه هو شارع حيوي، شارع يرفد المدينه باموال، شارع يرفد المدينه مهما يكون واجهه حضاريه، يعني المدينه اذا كانت منطقه صناعيه او اذا كانت معارض للسيارات. عندما يأتي الشتاء تشل الحركة في هذه المنطقة بسبب الفيضانات والسيول وتراكم القمامة، بينما البلدية لا تفعل شيئا سوى جني الضرائب من المواطنين دون تقديم خدمات لهم. والله أول شيء الأوساخ البلدية تعذرنا بس على الفلوس يجون يأخذون وعندك الوسخين بين مكوم هنا وهنا، وعندك هذا الشارع الفيضان يجي يصل لحد هذا الفرع وعلى المحلات يطبين داخل المحل، يعني هنا بالشتاء احنا نعزل اي مطره اي سداد مجرى عند هذا الشارع يفيض ينتهي، يعني نعزل هذا الشتاء كله ان احنا نعزل يقلب كله، وهذا اشوف الطرق عشان كلها مكسره ومفلشه، والمدخل مال المعارض كله ما حد يطيق يفوت علينا، هذا الشتاء كله يفطول، هذا الخاصر كله يقلب علينا، يجي من التاميم يجي من كله يقلب، هاي كل العالم دقلي بالشتاء كله معزله. حتى الزواحف والحشرات الضارة وجدت بيئة مناسبة لتنتشر في هذه المنطقة التي لا يقبل أن تكون في مدينة نائية صغيرة، فكيف بمدينة الموصل؟ وهاي النقار والمايات والوسخ وهاي الشوارع شوفها بعينك أنت، الله كي حيايا وجرادي وكل شكو وما هاي شوفت عينك، والعالم تجي خطية تحصى سياراتين تقع بالنقار وتحصى وندفع بيها وبلوك ووسخ، شوف انت بعينك شوف الوضعية. وفي ظل هذا الإهمال الحكومي أصبحت كل مدن العراق تتنافس ليس بالأفضل، وإنما أي منها أكثر ترديا بالخدمات.